وينضم إلينا من الرياض مساعد المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عماد المحمد. أهلا بك معنا دكتور عماد. بداية دكتور عماد، يعني كيف تم رصد هؤلاء المصابين وماذا عن نتائج أو تفاصيل الفحوصات؟ شكرا لكم. طبعا بداية تفشي في الصين ثم وضع تعريف حالة الاشتباه القياسية وتعميمها على جميع الكوادر الصحية في المملكة. يتم الاشتباه بالحالة أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد إذا كانت قادمة من الصين خلال 14 يوم وظهر لديها أي أعراض تنفسية مثل ارتفاع الحرارة أو الكحة أو ضيق التنفس. فيتم أخذ عينة وإرسال المختبر الوطني وإكمال بقية الفحوصات لبقية الفيروسات عن طريق المختبرات الإقليمية أو مختبرات المستشفيات. هذه هي تعريف الحالة القياسية، ولذلك أي مسافر قدم من الصين من بداية شهر يناير حتى الآن وظهرت لديه أعراض يتم أخذ عينة واعتباره حالة اشتباه حتى ظهور النتيجة سواء إيجابية أو سلبية، ولله الحمد لم تسجل أي حالة إيجابية حتى الآن. نعم، لكن دكتور عماد، يعني كيف تبدو الجاهزية الصحية للتعامل مع هذه الحالات؟ الجاهزية الصحية مقسمة حسب الإدارات والأماكن، بداية من المنافذ الجوية والبرية والبحرية تم تكثيف الإجراءات الاحترازية في المنافذ عن طريق مراكز المراقبة الوبائية مثل فحص المسافرين، توعيتهم بأهمية مراجعة الطبيب في حال ظهور الأعراض. أي مسافر لديه أعراض يتم عزله في المطار وتوجيهه إلى المنشأة الصحية لأخذ العينة وإكمال كافة الفحوصات. أيضا تم تكثيف إجراءات مكافحة العدوى في جميع المستشفيات بالنزول وإجراء عديد من التقييم للجاهزية في المستشفيات، تفعيل وتكثيف الفرز البصري في طوارئ المستشفيات والمنشآت الصحية حتى يتم عزل أي مريض يراجع المستشفى في منطقة خاصة بالأعراض التنفسية. نعم. لأخذ عينة أو فحصه من قبل الطبيب وعدم مخالطته مع بقية المرضى في المستشفى. نعم، لكن دكتور عماد، يعني بالحديث عن العزل، كيف تتم إجراءات العزل الصحي؟ العزل الصحي في المنشآت الصحية للحالات المشتبه بها يتم إما في غرف عزل خاصة أو إذا كان المريض لا يعاني من أعراض وتم التأكد من خلوه من الفيروس يتم عزله منزليا لكي لا تنتقل العدوى التنفسية الأخرى إلى المجتمع. نعم، إذن كان معنا من الرياض مساعد المدير العام التنفيذي بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عماد المحمدي. شكرا لك دكتور عماد.